فهنا أول خطوة إني هحول الجرامز تو مول. 4 ديفايدد 1 مول هو 40 equals 0.1. Second step, you have to change from centimeter cube to decimeter cube. It will be 50 divided by 1000 equals 0.05. Last one, you have to divide the amount of solute divided by volume. So it will be 0.1 divided by 0.05 equals 2 mole per decimeter cube. How about the concentration again? How about the concentration again? طيب. تقدر تحل يا عمر هنا؟ Can you read this question please? يلا again. Concentration of mole per decimeter cubed of solution of sodium chloride and ACL containing 4 grams of sodium and chloride in 50 centimeter cubed of solution. يلا أول خطوة، أول خطوة the first step حنعمل إيه؟ هنعمل كالكوليت للمولز للمول ريشيو. أول خطوة هحول الجرامز إلى مولز. لا هنعمل 4 over L sodium chloride and NaCl ولا NaCl2 يا مستر؟ لا NaCl ما هو موجود already. The formula of sodium chloride in NaCl. NaCl يبقى فين ال NA 23 plus 35.5 يبقى هيدينا 78.5 أو يبقى 4 over 78.5. اوكي احسبها. فين الكالكوليتر؟ 4 over 78.5 equal 0.050955. لا لين عشان انا حكتب ورقه قبلك. يساوي كم؟ 0.05 اوكي ده الرقم كله ولا لا لا خد اول ثلاثة بس اول ثلاثة يعني 0.50 بس لحد هنا اوكي 0.050 اوكي ماشي طيب the first step انك انت حولت جرامز الى مولز اوكي نمبر 2 هتحول مين لمين؟ احول الديسيمتر لا سنتيمتر كيوب لديسيمتر كيوب بالضبط اكزاكتلي بريسايسلي يبقى 50 ديفايد باي كام؟ 50 ديفايد باي 1000 اوكي 50 ديفايد باي 1000 50 ديفايد باي 1000 يبقى 0.05 0.05 طيب الصفر ده مع الصفر ده يبقى 5 ديفايد باي 100 0.05 خلاص يبقى انا عندي الاماونت اوف مولز اللي هي 0.05 اوكي عندي الكونسنتريشن برضه 0.05 عشان احسب الكونسنتريشن هعملهم ديفيجن على بعض يعني 0.05 divided by 0.05 طبعا واضح انها هتساوي كام؟ 1 مول فير ديسيمتر بالضبط يبقى انا لازم امشي على ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 ستيب 1 اني بحول الى مولز ستيب نمبر 2 اني اذا كانت سنتيمتر كيوب لازم احولها الى ديسيمتر كيوب ستيب نمبر 3 بعمل ديفيجن بقسمهم على بعض مش بعمل اي شيء ولكني انا بعمل عمليه قسمه بس مش بعمل اي شيء اكثر من كده اوكي طيب ده عشان احسب انا كونسنتريشن يعني عشان انا احسب كونسنتريشن خاص بإني سوليوشن طيب يا مستر هنا عكسي بك هنا ايه كالكوليت ذا ماس اوف بوتاسيوم هيدروكسايد
يعني 20 سنتيمتر كيوب of a solution of concentration. شوف أنا أول ما أشوف concentration يا لميس مباشرة أستحضر في ذهني التريانجل الخاص بيهم اللي هو كان بيقول لي إيه التريانجل ده؟ كان بيقول لي والله يا مستر لو أنت عايز تحسب أي مول لو عايز تحسب إيه؟ أي مول بأي حد أنت عايز تحسب مول خلاص أهو أهو المول هيساوي مين؟ هيساوي concentration multiply by volume. طيب الكونسنتريشن اهو موجود اهو اهو قيمته صح ولا لا؟ ايوه اوكي طيب طب الفوليوم هل موجود الفوليوم؟ الفوليوم موجود بس هو سنتيمتر كيوب ومحتاج يتحول لديسيمتر كيوب بالضبط برافو عليك يبقى لازم انا اقول ايه 20 ديفايد باي 1000 بتروح مع دي إيكوال كام؟ 0.02 يبقى أنا مغمض عيوني هو عايز يحسب الماس طبعا أنا ما أقدرش أحسب الماس مباشرة أنا لازم أحسب أحسب المول الأول number of moles الأول بالضبط أوكي طيب عشان نحسب داي واضح إن number of moles حيساوي إيه المولز؟ 0.008 هتساوي concentration اللي هو كام 0.4 multiply by الفوليوم اللي انت حسبتيه هو 0.02 equal كام equal 0.008 لا هو اكتب 0.008 اوكي هو ريحني اهو اداني الام ار الام ار يعني 1 مول كلمه ام ار معناها يعني 1 مول الام ار بتاعت الكي او اتش يعني 1 مول اوف اي كي او اتش ايكوال 56 يبقى روح اكتب هنعمل 0.008 تايمز الام ار علشان نعرف الماس بالضبط برافو عليك يبقى 0.008 تايمز كام times 56 equal 0.448 0. كم 448 0.448 أيوه. جرام لازم اكتب جرام لأنه هو بيسألني على ماس يبقى لازم اكتب measuring unit of mass measuring unit of mass يبقى هنا في السؤال ده هو ما سألنيش مباشرة عن المول انا حسبت المول وبعدين حولت المول الى ماس يعني هنا استخدمت انهي تراينجل استخدمت التراينجل الخاص بالكونسنتريشن ورجعت يا لميس في الاخر زي ما عملتي رجعت للتراينجل الخاص بالماس اللي هو اول واحد احنا خدنا هو اول واحد احنا يا شباب يعني خدناه وتعاملنا معه طيب يبقى انا لازم اخلي بالي في الستويكيومتري أخلي بالي إني أحول السنتيمتر كيوب إلى ديسيمتر كيوب أخلي بالي إني لازم أكتب بالانس كيميكال إكويشن لازم أكتب لها بالانس ما ينفعش أكتبها مش بالانس طيب يا مستر نفس السؤال ده عمر تقدر تحله عمر ده هو تفضل Calculate the concentration in decimeter cubed of the solution sodium hydroxide MaOH, which is made up by dissolving 10 grams in water, making up 250 centimeter cubed. بالضبط. أول خطوة حنعملها أي تراينجل ده الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثالث. الثالث. أهو أتذكر على طول كده أفتكره. والله العظيم أنا عارف إنه المولز بيساوي concentration مضروبا في الفوليوم انت عايز تحسب مين يا عمو هنا calculate the concentration الله ده concentration مضروبة يبقى concentration equal mole divided by volume mole divided by volume كمل يا عمو حلو اكتب حاول تكتب بعديها هنعمل add للماسز بتوع
ان اي والاو والاتش هيعملوا 40 40 جرين. يا معروف ضربه سوديوم هيدروكسيد 40. ماشي يبقى هو 40. انت خدت كم جرام هنا في البوزيشن 10؟ يبقى خدنا 0.25. ها ال 1 40 يبقى كان كم في ال 10؟ يبقى 10 ديفايد باي كم؟ 10 ديفايد باي 40 اللي هي 0.25. بالضبط 0.25. يبقى كده انا عرفت ايه النمبر اوف مولز اللي هي بتساوي 0.25. حلو خالص. يبقى عند المول هنا اكتب 0.25. خش على الفوليوم ايه هتعمل فيه؟ الفوليوم هنعمل له convert by dividing by 1000 اللي هو برضه هيدينا 0.25. الconcentration كده هيبقى 1. ايوه بالضبط برافو عليك. يبقى الconcentration equal المولز اللي انا حسبتها 0.25 divided by الفوليوم اللي عملت له conversion يبقى 0.25 equal 1. 1 mole per decimeter cubed. 1 mole per decimeter cubed. Okay? يبقى انا لازم اخلي بالي اشوف انا هستخدم اي تريانجل، هل هو ذا فيرست وان ولا سكند وان ولا ثيرد وان. اذا بتعامل مع كونسنتريشن لازم هستخدم ذا لاست وان، لازم يعني مش بمزاج. اوكي طيب لميس تفضلي. كان يو ذا كويستشن the volume of sodium hydroxide that needs to be used to prepare 500 centimeters cubed of 2 mole decimeter in water. اوكي مباشرة انا هتذكر اني لازم اعمل ايه. يلا ها هو عايز الماس، عايز الماس بس مش هعرف احسب الماس مباشرة، انا لازم احسب مين الاول. محتاجين نحسب ال concentration. طب انا هستخدم اي قانون الاول؟ هستخدم الاخير. اني انا عارف ان المولز بتساوي concentration multiplied by volume. اوكي طيب الconcentration كم عندك هنا؟ 2. يبقى 2 multiplied by كم الفوليوم؟ 500 بس لازم يكون decimeter فهنعمله divide by 1000 هيكون 0.5. 500 هتعمليها divide by 1000 0.5 يبقى 2 multiply 0.5 تساوي كام؟ هيكون 1. هدينا 1 فبعدين هناخد ال 1 و 1 مول. ايوه 1 مول. حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك كملي. هيبقى 1 مول وبعدين الماس الام ار بقى هيكون 39 هيكون 56. ايوه بالظبط. نعمل 56 تايمز 1 هيبقى 56 جرامز. 56 جرامز. اوكي برافو عليكي. اكزاكتلي. الكلام ده كلام مظبوط. اوكي. طيب. يبقى ده انا لازم اعرف هستخدم اي قانون. تعال نشوف شيء في الباس بيبر. هو using moles واحنا هنا اوكي واضح السكرين عندكم؟ ايه مستر
طيب اوكي اوكي طيب اريد عمر ذا فيرست كويستشن. A five gram sample of impure lead nitrate was heated. The volume of oxygen formed was 0.16 decimeter cubed at RTP. The impurities did not decompose. Calculate the percentage of lead nitrate in the sample. Yeah, بالضبط. Calculate the percentage of lead nitrate in the sample. Yeah, ازاي تحسبها؟ The sample. Calculate the percentage of in the sample. A number of moles of oxygen formed. معلش يا مستر طيب شوف احنا عندنا طبعا هنا ايه تكون عندنا غاز صح؟ مين الغاز اللي تكون ده؟ اللي هو الاكسجين غاز. اكسجين غاز اكسجين formed was 0.16 ديسيمتر كيوب، يعني ده بيتكلم لي على فوليوم اوف غاز. انا عارف ان 1 مول من اي غاز، مش الاكسجين بس، من اي غاز بياخد كام؟ بياخد 24 ديسيمتر كيوبد، صح ولا لا؟ كيوبيك ديسيمتر. 1 مول من اي غاز بياخد كام؟ 24 كيوبيك ديسيمتر. طيب انا عندي كام هنا؟ كام مول من الاكسجين موجودين في 0.16 كيوبيك ديسيمتر؟ كم مول يا ترى؟ وضحت كده هعمل ايه؟ ها؟ نعمل كروس مالتيبليكيشن. نعم؟ نعمل كروس مالتيبليكيشن. بالظبط، واضح يا عمر كده؟ يبقى انا هسأل نفسي سؤال. هو بيسألني عن الأكسجين، أنا عارف إن الأكسجين ده غاز. أوكي؟ وعارف إن 1 مول من أي غاز، 1 مول from any gas بياخد كام؟ بياخد 24 كيوبيك ديسيمتر. طيب كام مول في 0.16؟ يبقى كام هنا؟ يبقى 0.16 multiply by 1 divide by 24 equal كام؟ احسبها كده. 0.6 divided by 24 0.16 divided by 24 تدينا 0.006 recurring. 0.00 كم؟ 6 recurring. اوكي ماشي 0.006 اوكي ما فيش مشكله اكتبها ما فيش مشكله. يبقى هتساوي كم؟ 0.00 اهو 0.00 راوند بدل ما ناخد الديجيت وخلاص. ايه؟ احنا نعمل راوند ولا ناخد الثيرد ديجيت وبس؟ لا ما تعملش راوندنج، خد الثيرد ديجيت. اوكي؟ ولو اخذت اربعه افضل كمان، يعني 0.006 ايه بعد ال 6 عندك؟ احنا عندنا انفينيت يا مستر، يعني ريكورنج عدد 0.006 بعديها السكسات السكس بتتعاد يعني. خلاص اوكي سيبها كده 0.006 اوكي مفيش مشكله. يبقى الفكره في ايه؟ الفكره اني انا عارف انه ال 1 مول من اي غاز بياخد 24، طيب كم مول في 0.16؟ اسال نفسي السؤال واجاوب. اوكي بعدين عايز النمبر اوف مولز الخاصه ب الليد نيتريت ان ذا سامبل. الليد نيتريت ان ذا سامبل. طيب انا اخذت قد ايه من الليد نيتريت؟ اخذت قد كم جرام؟ اخذنا 5 جرامز مستر. انا عايز النمبر اوف مولز اوف
with nitrate in the sample. ازاي احسبها؟ نعمل نعمل 0.5 over 0.006. ازاي بقى؟ اكتب. لا لا سوري يا مستر، نعمل 0.006 minus 5. لا عايز النمبر اوف مولز الخاصه بالليد نيتريت. مولز ليد نيتريت كلها على بعض. انا لازم اعرف الون كام. لازم ارجع للقانون الاول يا عمر، ارجع لاول قانون اللي هو كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لي ان المول بيساوي ماس اوفر ام ار. الماسة هي عندك اهي 5 جرام، هو خد 5 جرام. يبقى انت محتاج تحسب مين؟ محتاج احسب الام ار. الام ار، الام ار الليد نيتريت بتساوي كام؟ ليد بي بي بي. شوف الليد بكام عندك؟ لا ثانية واحدة بس. تمام براحتك. الحسابات بالذات في ستوكيومتري عايز بشوش، ما تستعجلش. 207 كم؟ 207 بعدين بلس. عندك كم نيتروجين؟ عندي واحد اثنين نيتروجين. ايوه اثنين نيتروجين، يبقى 2 ملتبلاي باي كام؟ 14. 2 ملتبلاي باي 14 يعني 28 بلس. كم اكسجين؟ 6. يبقى 6 ملتبلاي باي 16. خلي بالك هي محسوبه تحت اهي لو تلاحظ. شفت بتحسب كله وهي محسوبه تحت اوريدي. خدت بالك؟ اهي 331. يحسبها؟ احنا عندنا 0.5 over 31. احنا عندنا 0.0151. كم طلع معك كده؟ 0.0151 moles of lead nitrate. ماشي اوكي. طيب الماس of one mole of ليد نيتريت اديناها لك اللي هي 331. طيب ماس اوف ليد نيتريت ان ذا سامبل، انا عايز الماس اوف ليد نيتريت، لان السامبل اللي عندي ده مالها دي يا مستر؟ دي امبيور، امبيور مش كلها ليد نيتريت. انا عايز اعرف السامبل دي فيها ليد نيتريت قد ايه بالظبط، فهجيبها من المول مول ريشيو. المول مول ايه؟ ريشيو الخاصه بالاكسجين طبعا، لان الاكسجين هو الواضح عندي. كم ريشيو عندك؟ 2 2 2 2 كم؟ ريشيو ريشيو كم؟ 2 2 4 2 2 4 1. لا خد الاكسجين انت. ريشيو بتوين الليد نيتريت والاكسجين 2 2 1 2 2 كام؟ 2 1. يعني لو عندي 2 مول من الليد نيتريت حيكون عندي 1 مول من الاكسجين. 1 مول من ايه؟ من الاكسجين. من الاكسجين كمل. مستر يعني احنا كده عندنا الماسف ليد نيتريت سامبل مش هو هيطلع ها
احنا محتاجين نعمل calculate الماس بتاع الاكسجين اللي موجود شوف للامبيوريتي يعني. شوف عندك يا عمر، شوف عندك يا عمر، انت عندك هنا النمبر اوف مولز كام اللي اتكونت؟ 0.006. شوف كده في الايكويشن هنا المفروض ضعفها يكون ليد نيتريت. تمام، يعني كم ليد نيتريت متكون؟ يبقى 0.12. انت هتقولها تقولي 0.006 multiply by 2 equal كام؟ 0.012. طيب ايه هتعمل فيها دي؟ هنعمل لها multiply by mass multiply by mean 331. اوكي، يبقى انا الخطوه الاولى اني لازم اعمل ايه يا شباب؟ اني لازم احسب النمبر اوف مولز الخاصه بالاكسجين، حسبناها، بنجيب النمبر اوف مولز الخاصه بالليد نيتريت، نمبر اوف مولز بتساوي الماس اوفر ام ار. الماس هو مديوله اهو بتاعها، الماس سوري اهو 5 جرام. اوكي، الام ار هو اوريدي ان ذا كويستشن، يبقى 5 ديفايد باي 300 331. واخيرا هجيب الماس اوف ليد نيتريت ان ذا سامبل عن طريق المول مورش. مول مور ايه؟ ريشيو. هستخدم المول مورش كثير خالص في قبل. اوكي، واضح يا نادين؟ واضح يا غميس؟ ايه مستر واضح. ها عمر؟ ايوه، شوف اذا في حاجه محتاجني اعيدها لك ثاني قول لي انا معاك. ها اذا في شيء احنا النمبر اوف مولز احنا حسبناه بان احنا نحط ال 5 جرامز فوق ال 331، مش كده؟ النمبر اوف مولز بتاع مين؟ اوف ليد نايتريت. The number of moles of lead nitrate. آه، شوف أنت استخدمت كم؟ 5/331. 5/331. أوكي، ماشي، بس كنت أتأكد. شكرا. تمام، أنت أي، شوف أي مولز حتستخدمه تحسبه بالشكل ده. أوكي. طيب. أي سؤال قبل ما ننهي؟ any question عشان احب اعطيكم انا كلاسيفايد. لا شكرا يا مستر، لو في اي question هبعتها على الجروب عادي. طيب اوكي، مفيش مشكلة، مفيش اي مشكلة. شكرا، حاولوا تحلوا وهبعت لكم ان شاء الله انا كلاسيفايد خاص، يعني حاولوا تحلوه مع بعض، واي سؤال يبعتوه في عندكم مش اي مشكلة. نخلي بالنا بس من المول مول ريشيو بين الرياكتنت والبرودكت، اخلي بالي منها كويس خالص. في سؤال هنا حاولوا تحلوه وهو ده اهو، هبعته لكم كده. ايه حلوه وذاكروا. اوكي اوكي، هبعت لكم برضه انا كلاسيفايد باس. اي سؤال يا شباب؟ لا شكرا. لا مستر شكرا. اوكي، ان شاء الله المره القادمه نلتقي وناخذ مع بعض ازاي نحسب الامبيريكال فورمولا، ازاي نحسب النيوميريكال فورمولا، ازاي نحسب البرسنتج، ازاي نحسب البيوريتي، وناخذ بعض المسائل المتنوعه على الاستويكيومتري، ونكون خلصنا الاستويكيومتري خالص باذن الله. لما حتحل الكلاسيفايد وعينك حتكون على ماركس كيم، يعني حاول تحل، وان شاء الله الموضوع سهل وبسيط جدا، وانا موجود معاكم يعني اي سؤال، ما تشيلوش اي هم للكيمستري باذن الله تعالى. اوكي؟ شكرا. مشي ذاكروا وانا معكم في اي وقت. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. وعليكم السلام. مع السلامة.